في جدالكم تاني. الفقرة اللي أنا هتكلم فيها دي أو معانا ضيفتنا موضوع شائك جدا ومهم جدا، اللي أنا عايز بس أنبه الناس ليه وأشد انتباه الناس ليه. دلوقتي بقيت أسمع كلام كتير قوي من المرضى داخلة، أنا سامعة إن الأكل ده بيجيب ولد والأكل ده بيجيب بنت، إن إحنا لو عملت علاقة مع جوزي في الأيام الفرديه من الشهر هيجيب ولد، والايام الزوجيه هيجيب بنت. لو في وضع معين يجيب ولد ووضع معين يجيب بنت، او في ادويه، بقى انت تفكيرنا كله في ولد وبنت وناسيين اتنين مرضى او نوعين من المرضى عندهم مقاسي. اول مريض او مريضه، مريض التاخر الحمل اللي احنا اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت مع دكتوره ميمه، والمريض الثاني الاكثر ماساه والاكثر حزنا، مريضه فقدان المتكرر للحمل للاسف. يعني احنا شوف احنا وصلنا لدرجه فين، مش حاسين بالمأساه دي. موضوع الفقدان المتكرر للحمل او الاجهاض المتكرر موضوع شائك جدا ومهم جدا، وفي تطورات كتير في علاجاته وفي تشخيصاته. اتكلمنا عنه النهارده دكتور ميمه عبد القادر، استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجهري، منورانا. اهلا وسهلا بك يا دكتور. للاسف بقينا مشغولين قوي بقصه ولد وبنت وناسيين ان في ماساه على الارض متحركه، قصه الاجهاض المتكرر. اما يعني هي بتبقى مشكله خصوصا لما بيحصل اكتر من مره، بتيجي العيانه تقول لي هو انا مش هيكمل لي حمل، هو انا هفضل طول عمري كده؟ عشان كده دايما بنقول هي اعظم ابتلاء هو ابتلاء المنع بعد العطاء. يعني كل الناس بتبقى نفسها انها تحمل، لكن دي حتى ما بتحمل بيبقى ستريس عليها اكتر من انها ما حملتش. طب هو هيكمل ولا لا؟ طب انا وكمان بقى بيبقى في ستريس عليها دايما. طبعا. المشكله من عندك انت، بتسقطي دايما انت عندك العيب، او انت فيكي كذا، او انت فيكي كذا، او انت فيكي كذا، بالرغم ان احنا لو عرضنا الاسباب هنلاقي الاسباب المتعلقه بالزوجه قليله بالنسبه لاسباب الاجهاض المتكرر. طيب. بس في البدايه كده عايزين نعرف الناس يعني ايه كلمه اجهاض، ونبدا بالانواع بتاعته. الاجهاض طبعا هو عدم اكتمال الحمل قبل 28 اسبوع، وفي انواع كتيره من انواع الاجهاض. لو هنتكلم على هنقول اجهاض متكرر، ده لازم يبقى مرتين ورا بعض او ثلاث مرات منفصله. ده اللي بيتطلب فحوصات وبيتطلب استشاره طبيه وبيتطلب كشف عشان نقدر نعرف الاسباب وبالتالي نقدر نعالجها. طيب نبدا بقى تفصيليا كده، حضرتك تقول لنا الاسباب كده واحده واحده عشان الناس تبدا تستوعب. هو احنا لو قلنا على انواع الاجهاض من الاول، هم قلنا الاجهاض المنسي اللي هي الام عملت سونار وبعد شهر او شهرين جينا بنبص بالسونار لقينا البيبي اقل من العمر والنبض متوقف، ده الاجهاض المنسي. تمام. ده بيبقى تشخيصه بالسونار وبنعمل اختبار حمل رقمي متكرر. تمام. بعد 48 ساعه الاجهاض الغير مكتمل، عيانه جايه بتشتكي بوجع ومغص ودم، بنبص بنلاقي فعلا جزء من البيبي نزل والجزء الثاني مكتمل، يا اما بيكمل بقى يا اما بطريقه دوائيه او بنتدخل نعمل عمليه جراحيه ونعمل كحت او تفريغ لمحتويات الرحم. تمام. اجهاض مكتمل، عيانه جت مغص ودم ووجع شديد وبعد كده كل حاجه وقفت، الدم وقف، الوجع وقف، الدم بقى نقط خالص، بنبص بنلاقي الرحم فاضي، ده اللي هو الرحم طرد كل اللي جواه وخرج كل اللي جواه، ده الاجهاض المكتمل. الاجهاض الحتمي، عيان عندها مغص نزيف شديد، بالفحص بيبقى عنق الرحم متسع، بيبقى فيه نزيف شديد، ده يتطلب تدخل سريع عشان نوقف النزيف، عشان الالم والنزيف، عشان نوقف النزيف، لان الالم ممكن يدخلها في فيجل شوك والنزيف ممكن يدخلها برضه في صدمه اللي هي نزيفه فقدان كميه كبيره من الدم. تمام. بعد كده موضوعنا بقى اللي هو الاجهاض المتكرر. تمام. الاجهاض المتكرر قلنا نتيجه هو تكرار سقوط البيبي او عدم اكتمال الحمل قبل 28 اسبوع، ده لو اتكرر مرتين ورا بعض او ثلاث مرات متفرقه. تمام. الاسباب احنا هنقسم الاسباب ثلاث اسباب، اسباب في البيبي، اسباب في الام، اسباب في الاب. يعني الزوج سبب من الاسباب، سبب من هنقول بس سبب يعني ممكن لو قلنا هنقول من الاسباب من 1 لـ10 هو ممكن يبقى سبب 10، او نلجا للفحص الاب بعد ما ايه نكون استبعدنا كل الاسباب اللي قبل كده. في ناس برضه زي ما قلنا في التاخر كده، انا سليم وانا ما فيش اي حاجه و... لا انا بخلف، ده هي بتحمل، طب هي اللي بتسقط، يبقى المشكله عندها هي. تمام. هو سبب، بس لو قلنا هنعد من 1 لـ10 هو ممكن يكون رقم 10، وده بنلجا له بعد ما نستبعد كل الاسباب الثانيه. لو هنقول مثلا نسبة كل سبب ايه بالظبط في النسبة للأسباب، قلنا سبب في الأم، أسباب في الجنين، وأسباب في الأب. أكبر نسبة على عكس ما الناس متخيلة إن الأم هي السبب، بيبقى مشاكل في البيبي. تمام.
ازاي مشاكل في البيبي، تشوهات خلقيه او عدم اكتمال عدد الكروموزومات عند البيبي. دي دايما بقول للناس يا جماعه، هو من رحمه ربنا ان الجنين لو مش مكتمل بينزل او مش بيكمل، ده بتبقى رحمه من ربنا. معانا تليفون. ايه، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. معلش ممكن اكلم الدكتوره؟ الدكتوره معاكي، اتفضلي. معلش يا دكتوره، هو انا عندي سؤال لحضرتك. اموري حضرتك، انا انسه عندي 20 سنه، بس الدوره بتجيني بوجع شديد جدا وسرجية ووضع بتكرار على طول كل مره كده. تمام. ايوه، ايه تاني؟ منتظمه الدوره ولا لا؟ لا منتظمه على طول، يعني ما بتتاخرش عليا، بس وجع شديد جدا. طب ماشي، عملتي اي تحاليل قبل كده او اشاعات يا ايه؟ لا لا مفيش اي حاجه، بس انا كنت هاخد مسكنات، بس حبيبتي قالت لي ده وحشه وبتضر وكده، فانا ما خدتهاش قبل كده. فانا لو خدتها يعني هتضرني؟ سؤالك مهم يعني. ده يعني ده السؤال الشائع. شوفي يا ايه الدكتوره ترد عليك. بتعمل عقم. تمام. فعلا وتفضل البنت تتعذب، بيحرموا البنت من المسكنات وتفضل تتلوى بقى مع وجع البيريود. انا دايما كده بقول للناس، هي العروسه دايما بتيجي بزفه. ازاي؟ بقول لهم هي الدوره وهي جايه بتيجي بالزفه بتاعتها، اللي هي المغص، بترجيع، باسهال، بوجع في الركب، بانها مش قادره حتى في اسهال، انها ممكن حتى تانتربت شغلها العادي. ده دايما بقول هي العروسه جايه بالزفه بتاعتها، بس مش دايما بيبقى كل ده طبيعي. احنا اهم حاجه في الوجع، هل بمجرد نزول الدوله بيروح كل حاجه؟ يبقى ده يعتبر الى حد ما وجع طبيعي. لكن في بعض الاوجاع، لو هنفتكر من اول حاجه اللي هو الحديث على بطانه الرحم المهاجره، اللي هو بيبقى وجع قبل الدوره ومع الدوره وبيستمر بعد الدوره. في بعض الحالات دي بنضطر ان احنا نعمل تحليل كده بسيط اسمه CA125 عشان نعرف اذا كان في بطانه رحم مهاجره ولا لا. وبرده لازم نعمل سونار نشوف في اكياس دمويه. لكن لو عملنا سونار طلع ما فيش اي حاجه، وطلع بعد السونار برده والتحليل CA125، لا دي بقى طبيعي، بتحتاج انها شويه تاخد مسكنات، تعمل قربه ميه دافيه على بطنها، تعمل شويه اكسرسايز، والموضوع هيعدي بس. طيب تمام. اوكي، نكمل الموضوع. موضوع الاجهاض المتكرر، احنا قلنا اكبر نسبه حوالي 60% من الاجهاض بيبقى نتيجه تشوهات في البيبي، تشوه الكروموزومات. طب دي علاجها ايه؟ لا ملهاش علاج. طب بتتكرر؟ لا غالبا ما بتتكررش. حتى احنا دايما بنقول من 15 ل 20% لكل السيدات بيحصل اجهاض على مدار العمر، يعني من كل 5 ستات بيحملوا في واحده بتسقط منهم. وبالعكس ده كمان تكون النسبه ساعات اكتر، لان ساعات يحصل اجهاض من غير ما الست تحس، يعني الدوره تتاخر يومين ثلاثه وبعد كده ينزل دم ومن غير ما تعرف انه حصل حمل اساسا في الفتره دي. كلينيكال او كيميكال، اللي هو ما لحقش يظهر حاجه اصلا. دي حاجه. ده كمان بنلاقيه اكتر في طرفي العمر، في السن الصغير اللي هم اقل من 20 سنه بيبقى جسمهم لسه مش مكتمل، هرموناتهم صحتهم مش كويسه، وبعد 40 سنه يعني. بس مش معنى كده ان كل حمل بعد 40 سنه بيجهض، لا الحمل بعد 40 سنه لو في مشكله بينزل. تمام. ما بيكتملش، بيبقى فيه عيوب خلقيه، لكن لو الحمل سليم بعد 40 سنه بيكمل. احنا ياما ولدنا ستات كثيره بعد 40 وكانت الحمد لله الدنيا كويسه، ما كانش فيه اي مشاكل. تمام. ده بالنسبه للموضوع في الجنين. طب حله ايه لو حصل اجهاض كتير متكرر بسبب مشاكل في البيبي؟ في الحالات دي احنا بنلجا الى حاجه اسمها الحقن المجهري او اكزي. انا مش بعمل لها اكزي عشان هي مش بتخلف، طب احنا هنعمل اكزي ليه؟ انتقي الجنين. انا الفكره مثلا احنا سحبنا مثلا 5 6 أو 8 بويضات، عملنا 8 اجنه، بنتقي الجنين، باخد منه خليه اعمل لها دراسه وراثه، فبالتالي اعرف البيبي ده سليم، اقدر ان انا اخليها ازرعه بحيث ان هو يكمل يبقى بيبي مكتمل، ولا من خلال الفحص تحت الميكروسكوب لا البيبي ده فيه مشكله، يبقى انا حتى لو زرعته هيحصل لها اجهاض متكرر او يطلع بيبي فيه تشوهات خلقيه. فهي بنلجا لها ان احنا بنعمل حقن مجهري عشان خاطر يعني ننتقي بيبي سليم وراثيا. ده بالنسبه للمشاكل الجنين. نيجي بقى لمشاكل الام، اللي هي كل الستات بتبقى انا السبب في الاجهاض ولا لا. الست احنا لو هنقسمهم سببين. تمام. اسباب في الرحم واسباب خارج الرحم. اسباب بيت الرحم اللي احنا دايما بنقول عليه بيت الولد، ايه بقى المشكله اللي ممكن تحصل في البيت؟ بيت ضيق، البيت فيه مشاكل، حيطه واقعه فيه، البيت بتاعه مفوت، طب ايه المشاكل البيت؟ اول سبب دايما الناس بتعتقد ان هو يكون ممكن سبب اجهاض متكرر الورم الليفي. ماشي، لو الرحم فيه كلكوعه كده، دي في مكان اللي بيتزرع فيه البيبي بتمنع استمرار الحمل. تمام.
طب ايه علاجه؟ طبعا على حسب مكانه بنعمل هيستروسكوب ويتشال، او لابراتومي اللي هو فتح بطن وبنشيله ده لو يستدعي الكلام ده. يبقى الورم الليفي ممكن يسبب اجهاض متكرر، في عده حالات، ان هو يكون مكانه في المكان اللي بيتزرع فيه البيبي، يعني ممكن ستات قريب عندها للطنطة اورام ليفيه بس خارج جدار الرحم ولا تمام بتاثر في حاجه، تمام عندها اورام ليفيه مثلا مكان عن مكان زرع البيبي برضو ما بتاثرش، او العدد عندها اكتر من واحد، اكتر من واحد ده بيعمل على طول تقلصات في عضله الرحم فبتخليه يطرد اي حمل فيه. غير برضو كده الحجم، يعني ما تجيش واحده سقطت مره تعمل سونار تلاقي مثلا فيبرويد 2 ملي ولا سنتي ولا مش عارف، تقول لا انا الحق اعمل عمليه عشان هو ده سبب الاجهاض، لا ما في اطلاقا. سيدات كتير بنكتشف ان عندها اورام ليفيه في وقت احنا القيصريه 30% من، يعني الطبيعي عشان بس الناس تبقى فاهمه، 30% من الستات في مصر او على مستوى العالم عندهم اورام ليفيه باختلاف اماكنها، باختلاف حجمها، حجمها باختلاف عدد عددها. تمام. فدي حاجه ثابته ولازم نبقى احنا كلنا عارفينها. فالورم اللي فيه ممكن يعمل اجهاض او ممكن ما يعملش لو في حته بعيده خالص عن المكان اللي بيتزرع فيه البيبي. زي ما قلنا بقى نكمل بقيه الاسباب في بيت الولد اللي هو الرحم بتاعنا، زي ما قلنا اللي هو بيت الولد. حاجه تانية مثلا حته واقعه، او حته اتحطت في نص الاوضه اللي البيبي بيتزرع فيها، ده اللي احنا بنقول هو حاجز ايه؟ الحاجز الرحمي. الحاجز الرحمي ده بيبقى عيب الام مولوده بيه، بيبقى حله بسيط جدا، بنخش بهستروسكوب من تحت بنعمل له ريسكشن وبيحصل اكتمال للحمل بصوره طبيعيه وبتبقاش فيه اي مشاكل خالص. تمام. حاجه تانية برضو ان الرحم يتقسم لنصين متساويين بس صغننين، البيبي يوصل لعمر معين مثلا 4 5 شهور وينزل، لان يعني خلاص الرحم مش قادر يكتمل، بيجي مغص وزي طلق مبكر وتحصل ولاده. ده برضو بيبقى نحتاج يا اما بنشيل جزء منه او بيحتاج عمليات جراحيه عشان نعمل ايه، يعني توصيل للغرفتين دول ببعض. تمام. برضو من الاسباب اللي هي متعلقه بالرحم قلنا الباب في مفوت اللي هو incumbent cervix او هو اتساع عنق الرحم. تمام. في ستات كتير بعد اجهاض ولو الاجهاض متكرر في اول 3 شهور تقول لي انا عايزه اربط على البيبي، اقول لهم مش صح. اتساع عنق الرحم عشان يسبب اجهاض بيكون بعد 16 اسبوع غالبا. تمام. بيتشخص ريتروجريد، يعني عن طريق التاريخ المرضي للمريضه. انا سقطت مره يا دكتوره في 5 شهور، وبعد المره دي المره اللي بعديها سقطت في 4 شهور. غالبا بتبقى نازله البيبي كمان صاحي. البيبي بيبقى نازل صاحي وبيلعب الموضوع ما بياخدش وقت، ومن غير ما تحس مغص وميه ووجع بوب البيبي نزل. دي اللي بتحتاج فعلا ان احنا نعمل لها عملية ربط، بيبقى تشخيصها عادي بالسونار، بيبقى بعنق الرحم بيبقى متسع، بيبقى طول عنق الرحم اساسا بيبقى قصير. دي فعلا اللي بتحتاج ان احنا نعمل لها ربط، او ساعات كمان ربط وعلاج هرموني عشان يثبت عضلة الرحم. عضلة الرحم دي معظم الاسباب اللي خاصة بالرحم، الخاصة بالرحم. نطلع بقى بره الرحم، ايه اللي ممكن يبقى بره الرحم يسبب الاجهاض المتكرر؟ حاجه يعني مهمه جدا، تجلطات الدم. تمام. ده موضوع المهم بقى. الانتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم. هو طب ليه، ايه المشكله، ايه يعني تجلط الدم هياثر في ايه؟ هو اساسا البيبي هو في بطن الام بياكل ازاي؟ هو انا لو كلت رز كلت حاجه بيوصل للبيبي ازاي؟ كل ده بيمتص من الجهاز الهضمي وبيتحول لمواد غذائيه في الدم، بيوصل للبيبي عن طريق الدم. طيب دم. تمام. يبقى اي حاجه بتاثر على الغذاء اللي داخله البيت ده، يبقى مش هيوصل لي اكل في البيت، يبقى انا هنزل من البيت ده مش هسيبه، مش هقعد فيه قصدي، يبقى انا هنزل. يبقى هو ده من ضمن الاسباب المتكرره لحدوث الاجهاض، اللي هو الانتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم. بيجي بقى بصور مختلفه. تمام. اولا طبعا احنا بنشخصه، بنعمل تحاليل انتي كاردولايبين، بنعمل لوبس انتي كواجلنت. بمجرد ما تبقى التحاليل دي بوزيتيف بنقدر نتعامل مع السيده عن طريق حاجتين، بندي حاجه تقلل التجلط عشان احنا لو حصل تجلط البيبي مش هيوصل له اكل، بعده بقى صور مختلفه، ايه ما يبقى صغنن في الحجم، الميه اللي حواليه تتاثر، او لدرجه ان هو لا قدر الله النبض يقف ويضطر ان احنا بقى نعمل بقى تنزيل عن طريق ادويه او طريق عمليه جراحيه. طب ايه اللي المفروض بعد كده ناخده؟ بناخد حاجتين مهمين، مش حاجه واحده، حاجتين لازم يكملوا بعض، حاجتين اللي هم بناخد الاسبرين وبناخد ادويه
ادويه السيوله. طب مش كفايه واحد، لا هما الاثنين لازم مع بعض عشان نعمل كنترول على قصه التجلطات تمام. المتكرره، لان مع الاسف في بعض الحالات هي مش كتير بيحصل حتى تجلطات في اماكن كتير، ممكن تجلط في الرجل، في عضلات، في مثلا في العين، في القلب، هو مش نسبه كبيره، بس لا احنا مادام حصل تجلطات، واساسا الحمل بيزود نسبه حدوث طب التجلطات. سؤال مهم بقى ناخده كده عشان ناخد تليفون بعديه عشان الوقت، قصة الفيروسات ميكروبات القطط القطط والعرس والحاجات دي والفئران وبلا والكلام ده. والإجهاض المتكرر، ما زال عندنا فكرة في ان هو الاشياء دي او التحاليل الفيروسات بقى، دي كل التحاليل والاطباء الداخلية دي، بقى اللي هو على قديم، وتلاقي الليستة، واي جي جي واي جي ام هل دي ورص فعلا بقى. حقيقة ولا حضرتك هتنفيها؟ لا اطلاقا اطلاقا. لو هنتكلم احنا عموما، اللي هي التوكسوبلازما او الترش اللي بنعمل لها يعني فحوصات في موضوع الاجهاض المتكرر دي، احنا كلنا في تاريخ المرضي بتاعنا هتلاقي جالنا الحاجات دي، تمام، ولو عملنا تحاليل لينا كلنا اللي هنلاقي هي الاي جي جي موجب موجب عندنا عندك كلنا وعندي وعند الناس وبأرقام. كلها وبارقام. ده ما بيعملش يعني، لو هنقول من ضمن اسباب الاجهاض المتكرر، لا ده رقم 9، رقم 9. ولو حصل اكيوت انفكشن في الحمل ده، يعني بالظبط، لو هي مثلا واحده جالها ميكروب القطط اول مره يحصل لها في وما الحمل ده يتكررش تاني، ما هتاخد يتكررش منه مناعة بعد كده. مره، هيعمل مره واحده بس لو حصل لها اول مره للعدوى تكون صدفه مع حدوث الحمل، تمام وبيأثر على البيبي بحيث ان هو ما يكتمش، لكن ما يعملش اجهاض متكرر. متكرر، تمام. معانا مروة من أسيوط. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي دكتورة معاكي. أهلا وسهلا. معلش حضرتك دكتورة، أنا أختي كانت اتجوزت وكانت الدورة بتتأخر عليها يعني بال5 6 شهور ما بتجيهاش، فبعد كده راحت كشفت، فالدكتور قال لها أنت لازم تخفي وكده مفيش أي حاجة، فالدورة اتأخرت عليها 2 شهر، راحت كشفت تاني قالت لها ده أنت حامل 40 يوم، عملت لها كشف تلفزيون وتحليل دم، بس هي من بعد الحمل حاسه بمغص وحاسه بوجع ظهر شديد يعني، فمش عارفه ده سببه ايه يعني. اوكي، الحمل ظهر فيه نبض؟ هي قالت لها قالت لها هي بعد ال40 يوم في نبض نزل فعلا في البيبي. طب الحمد لله، يعني هو ده زي ما بنقول الاوجاع المصاحبه للحمل. انا دايما بقول لكل الستات الحمل حمل، طول ما انت ماشيه في والحمل معاكي كل ما بيزيد الحمل شكرا يا مام، تمام، بيزيد الوجع معاه، يعني طول ما الحمل بيزيد من اول ما بيبتدي البيبي يتزرع في قلب الرحم بيحصل شويه مغص زي مغص البيريود الى حد ما، بيبقى فيه شويه تقلصات دي مع زرع البيبي في الرحم، تمام، بتحتاج انها الى حد ما ترتاح شويه، تاخد ادويه هرمونيه اللي هي المثبتات اكيد الدكتوره هتبقى كاتباها لها، تمام، بناخد حمض الفوليك عشان نمنع التشوهات. وكويس قوي ان احنا اتكلمنا عن ان السمنه زي ما قلنا هي في عدة يعني مشاكل، هي أم بتبقى العامل الأمراض. الرئيسي، تمام، الدورة مش منتظمة، السمينة خست، مجرد ما خست اهي من غير علاج زي ما احنا اتكلمنا في حلقة الانفرتيلتي، الوزن الزائد، خستي هتحملي من غير اي حاجة، تمام، خست حملت، فالحمد لله انها ربنا كرمها، الحمد لله رب العالمين. تمام، اوكي نورتينا واسعدتينا، وان شاء الله لينا حلقات تانية كتير مع بعض زي ما متعودين منك، ربنا كنت يخليك، بتفهمينا كل حاجة ببساطة، الحمد لله. نشوفكم ان شاء الله على خير الحلقة الجاية من برنامجكم انت الطبيبة مع ضيف جديد، نشوفكم على خير، شكرا.